مساء الخير. سرعة التأخير. مزمور 100 من فضلكم نقرأ سوا، أو يعني اسمعوا من فضلكم. مزمور 100 اهتفي للرب يا كل الأرض، ادخلوا إلى حضرته بترنم، اعلموا أن الرب هو الله، هو صنعنا وله نحن شعبه وغنم مرعاه. ادخلوا أبوابه بحمد، دياره بالتسبيح، احمدوه باركوا اسمه، لأن الرب صالح إلى الأبد رحمته، وإلى دور فدور أمانته. رنمي للرب يا كل الأرض، رنمي للرب يا كل الأرض. قدموا للرب مجد اسمه، رنمي للرب يا كل الأرض، قدموا للرب مجد اسمه. هاتوا تقديمة وادخلوا دياره واسجدوا للرب مقدسة. هاتوا تقديمة واسجدوا دياره واسجدوا للرب في زينة مقدسة. قدموا للرب مجد اسمه، رنمي للرب يا كل الأرض، قدموا للرب مجد اسمه. نتقدم أمامك يا صاحب الجلالة، نتقدم أمام عرشك يا كلي القداسة، نتقدم أمامك لأنك وحدك مستحق أن يسجد له ويسبح اسمه ويعلى بالوسط وسط الجماعة. وسط الجماعة اسمك يعلى وشخصك ياخد المشهد كله، بسحابة مجدك تسيطر وتسود على المكان. تقبل ذبيحة الحمد والتسبيح. آمين. غنوا معايا يا شعب الرب، غنوا معايا يا شعب الرب. إذا مش تعبانين تفضلوا أقف عمل معروف. Thank you so much. غنوا معايا يا شعب الرب، تعالوا نرنم لي، خلوا هتاف تسبحنا يدوي ويعلن نصرنا فيه. واليوم مجيئه نكون شعبه اللي بيستني، ومعاه هناك في سماء نفضل نهنم ليه. قلبي بيهتف للي فداني بدمه على الصليب، روحي وعقلي ويا لساني عظموا أغلى حبيب. بسجود وحمد وعود همجد اسمه وأعليه، وليل زمان الغربة يفضل قلبي رنم ليه. غنوا معايا شعب الرب، تعالوا نرنم ليه، خلوا هتاف تسبحنا يدوي ويعلن نصرنا فيه. واليوم مجيئه نكون شعبه اللي بيستني، ومعاه هناك في سماء نفضل نرنم ليه. مجد الرب في وسط كنيسته بنعلنه بالتسبيح، وبأصوات الحمد بنهتف علو اسم المسيح. رافعين صليب الرب ده احنا بدمه مفديين، غالبين جنود الشر باسمه دايما منتصرين. غنوا معايا يا
شعب الرب تعالوا نرنم لي. خلوا تلف تسبحنا يدوي ويعلن مصر نفي. واليوم مجيء نكون شعب اللي مستني. ومعاهلك في سماء نفضل نرنم. شكرا. خلينا احنا واقفين. الرب هو الله، هو صنعنا. اعلان واضح من قلبك ومن لسانك، وهيدي فيها قوه، لانه كلنا متحدين بنفس الكلام وبنفس الايمان. في قوه بالتسبيح، في قوه بالصلاه، وفي قوه بنفس الكلام وبالوحده. الرب هو الله، اعلنه بحياتك، اعلنه بالاجتماع، اعلنه بكل زوايا حياتك باسم يسوع المسيح. الرب هو الله، هو صنعنا. صنعنا ونحن شعبه وغنم مرعى. الرب هو الله، هو صنعنا ونحن شعبه وغنم مرعى. لنعبد الرب بالفرح والحمد ولنهتف له ولنرفع الأيدي. لنعبد الرب بالفرح والحمد ولنهتف له ولنرفع الأيدي. الرب هو الله، هو صنعنا ونحن شعبه وغنم مرعى. الرب هو الله، هو صنعنا ونحن شعبه وغنم مرعى. إلهينا سنرفع الرايات، وبخلاصه ستعلو الترنيمات. باسم إلهينا سنرفع الرايات، وبخلاصه ستعلو الترنيمات. الرب هو الله، هو صنعنا ونحن شعبه وغنم مرعى. الرب هو الله، هو صنعنا ونحن شعبه وغنم مرعى. امين امين. اذا فرحانين بالفعل نفوت ندخل ابوابه ومحضره بالفرح وبالحمد وبالشكر. سوف ادخل ابوابه بالحمد والتسبيح. سوف أدخل أبوابك بالحمد والتسبيح، لك أهتف يا سيد المسيح. أشدو هذا هو اليوم الذي قد صنعته، سأفرح بما أبدعته. أهتف لك يا من أحييتني، أرنم لك يا من أبهشتني. أخبر بك أذيع فضلك وهكذا أسبح اسمك. تفضل. مزمور 100 نهايته بتقول احمدوا رنموا سبحوا له لأنه صالح، لأنه صالح، لأنه إلى الأبد رحمته. وهيدي الترنيمة بتقول هيدا اليوم اللي انت صنعته، انا بدي افرح بهالخلاص اللي عملته. إلي حق كمان اني انا افرح فيه، لانه عمل ما حدا عمله بحياتي ولا حدا رح يعمله. اول شيء بسبحه وبرنم له وبسجد له وبرفعه، لانه صالح، لانه مستحق، ولانه الى الابد رحمته. وفي سبب تاني اني انا بدي ابتهج فيه وافرح، لانه في يوم في شيء صنعه غير التاريخ كله سوا وغير لي حياتي من اساسها. الخلاص، الخلاص بيستحق، بيستحق. يا ربي أنا بشكرك من كل القلب. نحن كليتنا منشكرك يا رب. أنت سبب وجودنا بحياتنا بهالحياة كلها، وأنت السبب اللي نحن نجتمع فيه بهالليلة وكل يوم نجي على الكنيسة كل مرة. أنت الهدف، وأنت السبب، وأنت الأساس، وأنت سيد وريس الاجتماع. ومن دونك ما فيش شيء اسمه اجتماع. نحن اجتماعنا معك أنت، مع لأنه متوقعينك تكون معنا، تكون بالوسط، نسمعك، تتحرك فينا، نسبحك، نعبدك، توبخنا، تغيرنا بحضورك. كل شيء
كل شيء بيتغير بأساس حياتي. أنا بطلع من محضرك في شفت حصل بحياتي. يا رب إيدك بالبركة تسحب كل فقرة بهذا اليوم بروحك القدوس لقلب كل واحد فينا. جايين يا رب فتحين أذهاننا وقلوبنا لسماع أي شيء أنت بدك تقدمنا إياه باسم الرب يسوع المسيح. اليوم في عنا فقرة مميزة مع مودي، مشاركة خاصة. تفضل. أنا ما قربت كتير على هيك أصلا. بدك يا مساء الخير. طيب لما مايكل طلب مني أتكلم شوية عن هي مصر، أنا عملتها بالإنجليزي بس هحاول أترجم بالعربي وأنا بتكلم. طيب أعرفكم بس على حاجة، هدف الكلام مش مجرد بس أن أتكلم على الجمعية وعلى هي مصر والشغل اللي بعمله في مصر. هو الهدف الأساسي أن احنا أوصل حاجة أنا تعلمتها خلال الرحلة اللي أنا عملتها. الهدف أن أنا أطلع بره الكنيسة. أعتقد كل الشغل اللي ربنا بيعمله فيا بيظهر في الشغل اللي بره الكنيسة، بس مش الشغل اللي جوه الكنيسة. فأنا حبيت بس أظهر الفكرة وهدف الكلام. ممكن سلايد تاني. قبل ما أتكلم هشرح، أنا هجاوب على ثلاث أسئلة في ال أربن حاضر. هجاوب على ثلاث أسئلة. الثلاث أسئلة دولت الاحتياج، اللي لما بقول هنا إيه الاحتياج مش بكلم على الاحتياج الجماعية بتاعتي اللي بشتغل فيها في مصر، بقول على الاحتياج البلد مصر نفسها. في زن في المايك عشان. وبعد كده هتكلم شوية عن ربنا، والحتة اللي هتكلم فيها عن ربنا بفكر في شخصية ربنا إيه، أو أنا عارف عن ربنا إيه. والسؤال الثالث، أنا موقفي من الاحتياج إيه، موقفي من شخصية ربنا إيه. عادي ده عشان الفيديو مش شغال. أوكي. لما أتكلم عن أول احتياج في مصر، إحنا عندنا في التعليم المجتمع المصري الجميل بتاعنا، إحنا مثلاً حوالي سنوياً البنات اللي بيسيبوا المدرسة في سن إعدادي وابتدائي حاجة بتاعت 200,000 في السنة. لما نبص على الإعدادي أصلاً 200,000، والابتدائي حاجة 150,000. ده في آخر إحصائيات في 2014، بتنزل الأرقام شوية لغاية 2017. بس لما تجمع الرقمين دولت حوالي 500,000 طفل سواء ولد أو بنت بيسيبوا المدارس السنوية. لما تبص في أبحاث وبتقول ليه الناس دي ليه الأطفال دي سابت المدارس، أغلب الحالات حوالي 70-80% بسبب الفيزيكال أبيوز، سواء بقى سكشوال أبيوز أو ضرب في المدارس أو ضرب في البيوت أو وما كله. ده كمان بقى بيسبب حاجة تانية، بيسبب إن مثلا حاجة بتاعة 17% من بنات مصر بتتجوز قبل سن 17، والباقيين حوالي تقريبا 25-26.5 بيتجوزوا في سن 18. فالأرقام يعني صعبة قوي. إلى جانب إن 51% منهم ده كله بيحصل في يعني تقريبا في فترة إعدادي أو نهاية سنة تانية أو تالتة إعدادي. فالاحتياج اللي بعد كده، خش للسلايد بعد. أوكي. هنا هنتكلم على بقى ده بقى. نتكلم على الحاجات الصحية بقى. فتقريبا رجال، هنا في رجال وستات، 47% من الستات مش عارفين ان هم عيانين، لان هم مش بيقدروا يروحوا يشوفوا دكتور اصلا. والرجاله حوالي 73% منهم مش بيروحوا لدكاتره. 73% يعني فكروا في الارقام ان هي ضخمه جدا. وبقى من الارقام دي كمان اللي يعرف حاجه بتاعت 25% ومش يقدر يعمل فيها، يعني هيروح فين؟ يعني هيتصرف ازاي؟ اوكي ماشي. دي بس شويه ارقام من تقريبا 2015 على الفيزيكال ابيوز اللي بيحصل في مصر. كم حادثه مثلا حصلت؟ حوالي 6 مليون في 2015. 6 مليون ست او ولد اتضرب في مصر. احنا بنتكلم في ملايين. These studies are done by sorry. الحاجات دي يا اما اليو ان يا اما اليونيسف اللي بيعمل الستاديز دي. سؤال كويس، شكرا.
واحد من كل اربع بنات او واحده من كل اربع بنات بيحصل لها فيزيكال ابيوز في مصر. ده كان في 2011 الارقام دي، لكن الفيزيكال ابيوز. طيب خش على اللي بعدي. احنا بقى ده السؤال الاولاني، فده الاحتياج سواء في مجال التعليم سواء في مجال الصحه او في مجال الفيزيكال ابيوز. طيب فين ربنا في الموضوع ده كله، وايه مفهومي عن ربنا؟ لما حبيت افكر فتحت تكوين واحد واحد، ان ربنا خلق السماء والارض، وبيتكلم في كل الاصحاح عن خطوات اللي هو خلق ايه وايه وايه. فانا لما قعدت افكر كده، اول حاجه اعرفها عن ربنا ان هو هيز ا كرييتور، هو خالق. جميل جدا. فانا لما قعدت ابص على نفسي، طب انا هعمل ايه بقى، او ايه نسبتي من يعني ايه مقارنتي بيه هو، لان هو خلق الارض وسمى الارض بكده اعطاها لادم وقال له اتصرف، سمي الحيوانات، كولتيفيت فارم الارض، اتحكم في كل حاجه. فهو تقريبا بيديني ايه، بيسلم لي وزنه اللي هي الارض كلها بما فيها. وبعد كده فكرت، طيب هو لو هو اللي انا مفهومي عن ربنا ان هو خالق، يبقى انا وانا المفروض يبقى الايمج بتاعه او المرايه بتاعته اللي انا اشتغل معاه، ابقى الفارمر بتاعه، بزرع الارض معاه. فده اول حاجه نعرفها عن ربنا في اول اصحاح، والمفهوم بتاع ربنا بالنسبه لي ان انا اكون معاه، بشترك معاه في الارض دي زي ما ادم اشترك معاه في الخلق او في الارض. ممكن اللي بعد كده. طيب ليه لما نسيب ربنا ونروح للعهد الجديد ونشوف المسيح عمل ايه في الموضوع ده لما جه على الارض؟ حاجه حلوه جدا المسيح عملها، كان عارف ثلاث حاجات. اولا كان عارف ايه اللي على قلب ربنا، وبعد كده كان عارف الرياليتي اوف ذا انترنيتي، يعني نهايه العالم هتكون شكلها ايه، مصيرنا ايه في النهايه، وكان عارف كمان بيشوف ايه البوتنشال بتاع الشخص. اوكي فهديك شويه اكزامبلز وبسرعه. كان عارف قلب ربنا ايه لما مثلا كنا بنتكلم على التاكس كولكترز والسينرز. كان ربنا المسيح ساب الارض علشان ينقذنا وينقذ التاكس كولكترز. فهو اللي على قلب ربنا ان هو يعبر عن محبته لينا، فبعت المسيح نفسه. فده اللي على قلب ربنا، وراح بعت المسيح، خطوه عمليه. لكن كمان عارف ان لو ما اخترناش المسيح او ما خدناش الخطوه ان احنا نقبل المسيح، نهايه مؤلمه جدا. طيب انا بقول، والخطوه الثالثه كمان عارف ان احنا لينا بوتنشال. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا كخاطي، لكن ربنا شايف ان انا لو قبلته انا هتغير. او هو مثلا في الامثله اللي انا حطيتها هنا، لما اتعامل مع التاكس كولكترز كان عارف ان هو هيتغير وهيبقى تابع لي. لما وقف السامريه كان عارف ان هي هتبقى اول مبشره في السامره. لما وقف زكى العشار من على الشجره او نزله وراح كلم معاه، كان عارف ان تعامله معاه هيغيره وهيبقى تابع لي. فهو كان دايما بيشوف نهايه القصه فين. فهو خد خطوه، عارف قلب ربنا ايه، وخد خطوه، وبعد ما خد خطوه صدق ان الانسان ده ممكن يتغير بتعامله معاه. فانا لما ممكن بعد كده مايكل، فانا بعد ده كله انا طب انا فين من ده كله؟ يعني التصرف الاخير او السؤال الاخير، انا فين من ده كله؟ احنا في احتياج شفناه في بلدنا في مصر او في بلادنا العربيه، وفي مثل حلو جدا ان الله الخالق قال لي اكون معاه مشترك في الخليقه دي وفي كالتيفيتنج ات، وبعد كده اعطاني امثله ان انا اشوف الناس كناس واشوف البوتنشال بتاعهم واخد خطوه عمليه فيهم في اتجاههم. وبعد كده انا بقى بتساءل، طب انا هعمل ايه؟ التساؤل صعب شويه. ليه؟ لان احنا مش متعودين قوي نطلع بره الكومفورت زون بتاعتنا. احنا مستريحين قوي جوه الكنيسه وما بناخدش اي خطوه عمليه. فانا مش بقول ان الخطوه العمليه دي لازم تكون انك بتسيب الكنيسه، بس بقول ان انت بتكون كومبتنت او بتكون شاطر قوي في شغلك. انا المثل اللي انا حاطه هنا بتاع تيم كيلر بيقول ان the ministry of competent،
زمان 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 في مصر كان مثلا المسيحي معروف ان هو تستأمن معاه فلوسك او عمره ما يغلط فيك او دايما في كده مع يعني كانه الجولدن دولار يعني ما تضمنه. فاللي بيقوله هنا تيم كيلر، وانت في شغلك الحالي دلوقتي الناس عارفه هل انت مسيحي ولا لا، هل انت يعني بتنقل صوره المسيح اللي انت اختبرته ده ولا لا، فمش لازم تسيب الكنيسه ولا حاجه. اللي بعد كده بتكلم على الشغل ليه قوي، ان العالم دلوقتي في امريكا يقول لك how you doing what do you do، دي اول سؤال حد بيساله لك تتعرف عليه. فالشغل بتاعك بقى الايدنتي بتاعتك. فانا لو مهندس انا الايدنتي انا مهندس، لكن انا جبت صوره ربنا في الاول ليه، ان هو كرييتر وانا كو كرييتر، لان الايدنتي بتاعتي ان انا ابن لله مش شغلي كمهندس او كممرض او كدكتور. فبتفرق قوي ان انا بحس ان ايدنتي انا ابن ملك وابن خالق، فالشغل بتاعي بيبقى an expression of my identity، توضيح لمين انا. انا ابن الله الملك الخالق الذي يخلق معه او يعتني بمخلوقاته، فانا بقيت very competent في شغلي بسبب ان انا وانا reflect God في شغلي اليومي بتاعي. فمش لازم انا بقول انك تخرج برا الكومفورت زون بطريقه كبيره. العدد ده انا عايز اقراه، لو حد يقدر يقول لنا بالعربي سيس ممكن تفتكروا. طلعوا كرونسوس الأولى 9 صح كده 22 سرت للضعفاء كضعيف لأربح الضعفاء، سرت لكل شيء لأخلص على كل حال على كل حال قوما. بولس هنا بيقول حاجة صعبة قوي، أنا كل يعني أنا بقيت كل حاجة لكل واحد. فلما أنا بفكر في شغلي أنا مثلا في مصر وأنا كل تعاملي 99% مع مسلمين، إزاي أكون أنا ضعيف؟ إزاي أنا أكون كل حاجة لكل واحد وأتقرب من كل واحد لكي أربح بهدف لكي أربحهم للمسيح؟ الحتة دي قوي لو طبقتها في حياتك هنا او في كنيستك او برا كنيستك هتفرق معاك جدا جدا جدا، هتبني علاقات بهدف سامي جدا جدا جدا، لانك انت اصلا كل الناس اللي تتعامل معاهم هيحسوا قد ايه انت حاسس بيهم وفاهمهم ومتعاون معاهم، وده اللي بيفرق قوي مع الناس. قبل ما تيجي تبشر قبل ما تيجي تعلن عنهم عن المسيح او اي حاجة، الحتة دي مهمة جدا جدا جدا. ممكن بعد كده سلايد بعدي بعد كده كمان معلش. طيب احنا بنقدم ايه بس بسرعة كده في هي مصر؟ الجمعية بتقدم برنامج 6 شهور، بنقعد مع الاطفال 6 شهور، بنقابلهم مرة في الاسبوع، وبنشتغل قوي على شخصية الطفل صحيا تعبان اللي هو مش ساقط من التعليم، وبنديهم برنامج غير يعني افتر سكول بروجرام عشان يعالج كل المشاكل اللي احنا ذكرناه. بعد كده السلايد بعد كده اوكي. احنا اشتغلنا لمده 7 سنين دلوقتي. الشغل ده نجح بحاجه مهمه قوي، هقول لك على حاجه مهمه جدا، ان لما ابتديت الشغل ده اصلا ربنا ما كانش في الموضوع، يعني خليني اكون صريح، انا ما كنتش بفكر في ربنا اصلا لما اشتغلت في مصر، لكن انا كان عندي هدف ان اساعد الناس. بس جت في لحظه ربنا وقفني وفي خادم جه قعد معايا وقال لي الشغل اللي انت بتعمله ده من غير ربنا، من غير شغل ربنا، والشخص ده انا عمري ما يعرفنيش، يعني ما كلمنيش قبل كده، واجنبي اصلا وكنت بحضر في ولايه تانية خالص. بس قعدت 3 شهور وقعدت اصلي واقول يا ربنا يعني ايه قصدك ايه.
فهمت ان انا الشغل الخدمه اللي احنا بنعمله مهم جدا ان انا اعمله لمحبه المسيح وبس. يعني حتى يمكن حد ممكن ما يعجبوش الكلمه اللي هقولها دلوقتي، بمعنى ان ممكن اصلا ما بشرش للشخص ده. ليه؟ لان المحبه بتاعه المسيح بتظهر في اهتمامك، في زي ما بولس كان بيقول صورته ضعيفا لكل واحد، فده قوي بيوصل قوي 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 محبه المسيح. ممكن السلايد بعد كده. قبل ما انقل على هنا، انا ما رحتش لشخص من الاشخاص اللي اشتغلت معاها في 7 سنين دول وبشرتهم بالمسيح خالص، بس هم جم سالوا على المسيح. وده الهدف اللي بحاول اوصله لك، ان لو محبه المسيح جواك وبتخدم الناس بامانه، هم اللي هيجي يسالوا عليك ويسالوا عليه هو. طيب انا اتغيرت ازاي بقى في الفتره اللي فاتت بسبب الست سنين اللي فاتوا؟ فعلا خلتني اتساءل، هل ايماني عملي ولا ايماني نظري؟ هل ايماني بس ان انا احضر الكنيسه واروح واكل وانام، ولا ان انا فعلا اخد خطوه بره نفسي؟ وهل انا فعلا بصدق اللي بصدقه بسمعه من على المنبر، ولا بسمعه بس وخلاص؟ يعني بخش من الودن دي بيطلع من الودن دي. وخلاني less judgmental، دي انا عندي في شخصيتي ضعف في شخصي، انا من نوع judgmental جدا، عينيا كده بتمشي بتوزع judgmental. لكن لما نزلت وشفت الناس ازاي حالهم، يعني انا حسيت قليل قوي 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 بالنسبه لهم. يعني محدش يستاهل يبقى فيه كده يعني. لا اطلع تاني. اطلع تاني يا مايكل. اتعلمت حاجه حلوه قوي، ان انا مش هقدر احب الناس من غير ما احب ربنا. يعني الكوبايه الفاضيه عمرها ما بتملي كوبايه حد تاني، يعني مستحيل. وحتى لما بتحاول مع نفسك وتقاوح بيبان قوي لما انت بتقاوح مع نفسك عشان تحب حد، بتبقى مستحيله. فيعني فعلا علمتني ازاي انا املى كوبايتي الاول من ربنا قبل ما احاول افكر املى كوبايه حد تاني. اتفضل يا مجد. طيب انا شويه حاجات كده فيري تشالنجينج هقولهم بسرعه. في ستادي اتعملت قالت كل ما تكون مؤمن لمده طويله كل ما يعني بتريح شويه. يعني الاول اللي بيتغير، يعني المؤمن الجديد بيبقى سوف اون فاير وعايز يقول المسيح لكل الناس. كل ما بنقعد في كنيستنا او كل ما بنقدم في ايماننا، لو مش بننمو بالذات بنريح جدا، بتبقى يعني عاده، الكنيسه بقت عاده، الايمان بقى عاده. فام تشالنجينج يو، اي هوب ان انا ما اجرحش مشاعر اي حد. فبطلب منك دايما المجتمع يقول لك او في الكنيسه يقول لنا ايه، don't get conformed to the world، ما تتشبهش بالعالم. انا بقول لك هنا النهارده ما تتشبهش بالكنيسه قوي، لان احنا فينا مريحين قوي، والناس والشغل بره كتير قوي محتاجينه، يعني محتاجين ناس بالعبيط. فانا بقول لك ما تستريحش قوي في كنيستك. وهفكركم بحاجه جدا، انا فاكر حاجه سيس خالد مثلا من 15 سنه مثلا وعظ بمعنى اخرج من الكنيسه وخد معاك اخرين حاجه زي كده، وعظها مره تانية بعديها ب5-6 سنين، ومن ساعه الوعظه دي وهي لازقه في دماغي، ما اعرفش ليه. بس فعلا كان هدف الاساس هو بيوعظ زمان ان احنا فعلا نبقى اكتيف ممبر اوف ذا تشيرش، بس مش جوه الكنيسه، نبقى اكتيف بره الكنيسه. وده مهم جدا، وده اللي عمله الرسل، وده اللي عمله التلاميذ، وده اللي عمله المسيح. كان بيروح يترفض في المدينه دي فكان يروح المدينه اللي بعديها، يعني ما كانش بيزهق. فانا بطلب منك to question حاجه مهمه قوي. في ناس دايما بتتكلم على كلمه الباشن والبيربس، وايه الباشن وايه البيربس. I'm a big believer ان هي حياه الايمان مش باشن، هي حياه الايمان ده بيربس. فالباشن ده ممكن يطفي بعد شويه، وممكن ما يعجبكش ان انا اشتغل دلوقتي في الحته دي فانا هغير دي وكذا. لكن لما يبقى عندك كولينج من ربنا بتفرق قوي، لان في الشغل بتاع ربنا شغل صعب قوي، حتى لو انا مش ببشر بيه قوي زي ما الناس بتفتكر. لكن في ايام بتجيلك انت اصلا مش عايز تشتغل، مش عايز تساعد، مش عايز، ما عندكش طاقه. ده البيربس، لانك انت عارف ان على جبينك كده مكتوب كولينج. فده مهم جدا جدا جدا. ففكر ايه رسالتك كمسيحي وكشخص. يعني ممكن لما تروح، انا بتحداكوا لما تروح تقعد اكتب
جمله، ايه الاستيتمنت بتاعتي لما اموت، لما مودي يموت هيتعرف عنه ايه، اسمه ايه، او ايه الحياه اللي انا اللي سابها. يعني لما افتكر رينو مثلا نعرف ايه عن رينو. فكل ما تبتدي صغير كل ما يكون افضل جدا يا جماعه. زي ما قلت قبل كده love people و pray about it، لان مش هتقدر تحب الناس من غير ما تصلي وتعرف وتحب ربنا. invest in relationship بطريقة فظيعة. اكتر حاجة المسيح كان بيعملها ان هو كان very generous، كان ايه بالعربي generous، كريم جدا، كان كريم جدا ان هو ساب السماء وجيه عشاني. يعني كان كريم جدا في عطائه. فانت لو عايز تريفلكت حاجة واحدة بسيطة كل يوم مع حد، reflect generosity، كرم. كرم في ايه؟ في انك صباح الخير مساء الخير وحشتنا. كرم في ايه؟ ان انا ساعد. كرم ان انا inconvenient ان اروح اجيب حد من المطار. بس الفكرة ان ده اللي هيميزك، ولو حاجة صغيرة لانها practice. حاول تتعود شوية انك تطلع برا الكمفورت زون، انك تجيب حد من المطار مثلا توصله كده. ولو ياريت بقى الناس اللي ما نعرفهاش، يا جميلة جدا. يعني بلاش بتوع الكنيسة برضو، خلينا نطلع ونساعد جيراننا اللي في العمارة اللي احنا ما نعرفهمش. يعني خلينا نتحرك شوية. زي ما قلت draw a personal statement. كلمت أسيس خالد. لاحظتها قريب وماهر سمويل كان بيوعز على الصلاة الربانية لما بيقول لتكن مشيئتك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك، ليأتي ملكوتك. قعدت أفكر فيها شوية. فكلمة إن يأتي ملكوتك ده ملكوته، يعني أنا ملكوته على الأرض، إحنا كجزء من ملكوته على الأرض. فأنا قعدت أفكر أنا بعمل إيه في ملكوته؟ يعني أنا إيه المجهود اللي بعمله عشان أسمر في ملكوته، غير إن أنا قاعد في الكومفورت زون بتاعتي. أنا مش بقول إن ما تستثمرش في جسد المسيح وما تستثمرش في الكنيسة. أنا بقول لك ده حلو جدا وكويس جدا، بس كلنا بنستثمر في جسد المسيح وكلنا بنستثمر في الكنيسه. فاللي بطلبه ان احنا نتحرك شويه عشان ياتي ملكوته دي تكبر شويه، عشان الملكوت ده يبقى اوسع شويه، عشان السينر اللي هو اللي انا هو كنت سينر والبروستيتيوت والبتاع التاكس كولكتر دولت برضو ينضموا للملكوت، والملكوت دي تكبر شويه. يعني لازم نجيبهم من بره ندخلهم جوه الكنيسه. آخر حاجة تقريبا be intentional، يعني خد خطوة عملية ولو صغيرة جدا. زي ما قلت لكم كلمة generosity دي مهمة جدا، فكر فيها وحاول تنفذها. تقريبا أنا عديت وقتي. في أي سلايد تانية يا مايكل؟ it's okay. Thank you so much, Shemudi. Thank you. إذا في شخص واحد بدي أنا أفكر فيه لحتى أقدر أتشبه فيه وكون مثله، يكون my role model، أشتغل مثله. خادم، مين ممكن يطرق على رأسك؟ مين؟ رسول، قديس، مودي اللي قدمنا إياه. ربي جعلني أشبه ابنك يسوع. ربي جعلني أشبه ابنك يسوع بكل خطوة من خطوات حياتي، بفكري، بقلبي، بصلاتي، بعطائي. الباكج كله بتتقدم لي، وهو مش طلب مستحيل ابدا، مش طلب مستحيل ابدا. انا بدي اتحدى انه كليتنا سوا نصلي هالكلام بترنيمه، تكون توجه الكنيسه بالايام الجايه. واضح ربنا اخذنا بهذه الموجه يا جماعه، نطلع لبرا. ربي جعلني اشبهه ابنك يسوع بكل صغير وكبير. بليز نقولها كلنا سوا بنفس الروح بالصلاه ونفكر بالكلام اللي شاركه معنا مودي. أشبه ابنك يسوع واجعل إلهي ملكه بين الضلوع. املأني من فيض السلام واروني حتى أصير في سلوكك يسوع. ربي اجعلني، ربي اجعلني، ربي اجعلني أشبه ابنك يسوع. ربي اجعلني مثله في ذي الحياة،
عبدا مطيعا باذلا حتى دما مستسلما لكل امر خاضعا حتى الصليب معلنا حب الاله ربي اجعلني ربي اجعلني ربي اجعلني اشبه ابنك يا يسوع. اخر عدد يا مايكل بليز اخر عدد. ربي اجعلني اسعى في سفارتي ليلا نهارا اطلب لامتي لا يملكني الياس او اي فشل لكن بفيض الشكر ارجو طلبتي ربي اجعلني ربي اجعلني ربي اجعلني اشبه ابنك يسوع. يا رب من فضلك تسمع الطلبه بتسمع الصرخه من قلوب ضعيفة صغيرة بسيطة بس شهوتنا انه نمجدك انه نشبهك انه ننشر كلمتك واسمك ومجدك على الارض اللي انت سمحت فيها انه نكون موجودين. يا رب انا بصلي ضد اي روح خوف او فشل او منظري يكون عائق اني اطلع وصل حبك للاخرين الناس اللي عم شوفهم بحتك فيهم جوا الكنيسة ولا برا الكنيسة. ما بدي استخف ابدا باحتياج اخواتي جوا الكنيسة جوا الجدران اللي نحن قاعدين فيها يلي في خفايا كتير نحن مش عارفينها لكن وحدك عارف الاحتياج. ربي ربي جعلنا جعلنا نشبه شخصك اسمك بكل تحركاتك جوا وبرا جوا وبرا بأورشليم باليهودية وبالسامرة وبكل العالم بأي مكان بأي سيتويشن بأي وضع بأي ستينج بأي علاقات. ربي اجعلنا نشبه ابنك يسوع. امين. ماجد thank you so much. تفضل الميكروفون معك. تفضلك قرب على الميكروفون بليز مشان الصوت. thank you. مساء الخير. مبسوط ان اكون معاكم النهارده وبعتبر كل وقت بنكون موجودين فيه في محضر الرب هو وقت مميز جدا لاني مش فكرة ان احنا بنتقابل في اجتماع او حاجة اتعودنا عليها لكن الفكرة احنا موجودين دلوقتي في محضر مين مش احنا مين لكن هو مين. عشان كده كل حد المفروض موجود هنا يركن توقعاته على جنب او الصورة اللي رسمها على جنب او عاداته على جنب وركز بس انت موجود النهاردة في محضر مين ويقدر يعمل ايه. امين امين. خلينا نغمض عينينا في بداية الاجتماع في بداية الخدمة غمض عينك وقول له يا رب انا مش مستني حد يكلمني لكن انا متوقع كلمة حقيقية من الروح القدس النهاردة. يا رب أنا مستني أتقابل معاك النهاردة والكلمة تقابلني وتشكلني وتغيرني وتغسلني وترفعني لمحضرك ويكون في تشكيل النهاردة أبدي في حياتنا. يا رب أنا بصلي في اسم يسوع مش كلمات تقليدية خارجة من الفم لكن بصلي بكلمة من الرب الروح القدس بصلي بمسحة حقيقية من الرب الروح القدس بصلي ان دم الرب يسوع يغطي كل حد موجود ويغطي الأذهان ويغطي الأرواح
تحاصر كل الأرواح الموجودة في محضر الله، ومحدش يشرد بذهنه بعيد، ولا حد يتوه، ولا حد يسرح، لكن باسم الرب يسوع المسيح حضورك اللي في المكان يفتح بوابات مجد، ويفتح بوابات حضور إلهي في وسطينا، عشان نتقابل معاك بحق وحقيقي النهاردة يا رب، عشان النهاردة نتقابل معاك وجه الوجه، فنتغير إلى تلك الصورة عينها، من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. يا رب إحنا الكنيسة شبعت وعظ، الكنيسة عايزة تتقابل معاك وتتقابل مع كلمتك يا رب. يا رب أنا بصدق إن دي أوقات يا رب مختلفة من السماء، عشان الكنيسة في العالم يا رب تتقابل معاك، وعشان الكنيسة تنطلق. أنا مش بتكلم بس يا رب على كنيستنا هنا، لكن أنا بتكلم في اسم يسوع على الكنيسة في الأرض. في اسم يسوع أصلي وليك كل مجد. أمين أمين. الآيباد بتاعي أنا تقليدي قوي يعني، إن شاء الله هتغير، هبقى في المستقبل كده بعمل باوربوينت وكده يعني، إن شاء الله. خلاص أنا هخليني زي مين. تعالوا نطلع مع بعض ملوك الأول إصحاح 18. وعدد 17. هتكون معايا مايكل؟ أوكي. من عدد 17 بيقول الكتاب كده: ولما رأى أخاب إيليا قال له أخاب: أأنت هو مكدر إسرائيل؟ فقال: لم أكدر إسرائيل، بل أنت وبيت أبيك بترككم وصايا الرب وبسيركم وراء البعليم. فالآن ارسل واجمع إلى كل إسرائيل إلى جبل الكرمل، وأنبياء البعل 450، وأنبياء السواري 400، الذين يأكلون على مائدة إيزابل. فأرسل أخاب إلى جميع بني إسرائيل وجميع الأنبياء إلى جبل الكرمل. فتقدم إيليا إلى جميع الشعب وقال: حتى متى تعرجون بين الفرقتين؟ إن كان الرب هو الله فاتبعوه، وإن كان البعل فاتبعوه. فلم يجبه الشعب بكلمة. قال لهم إيليا إيه؟ قال للشعب إيه؟ حتى متى تعرجون بين الفرقتين؟ خليني أوضح قبل ما ابتدي التأمل بتاعي النهاردة، إن أنا مش جاي ليك وليكي بروح دينونة، انا مش جاي بروح ادانة واقول ان احنا بنعرج بين الفرقتين، واحنا فينا واحد اتنين تلاتة اربعة، وان احنا وحشين. انا مش جاي اعمل كده، لان الله نفسه قال كده، اني لا شيء من الدينونة الان على الذين هم في المسيح يسوع. لكن انا جاي مع بعضينا بننكشف قدام الكلمة، والكلمة لما نتقابل معانا توضح لنا حقيقتنا وتورينا احنا موجودين فين. فلما نوضح لحقيقتنا والغشاوة اللي على عينينا بتقع، نبتدي نشوف نفسنا بحقيقتها، ونبتدي نرفع عينينا من على أنفسنا على الرب، وساعتها بيحصل التغيير الحقيقي، لأن بنتقابل بحق وحقيقي بحقيقتنا مع مين؟ مع الرب اللي بيصنع التغيير. فأنا النهاردة ما اقصدش حد، لما بقول كأي كلمة ما اقصدش بتكلم لحد خالص، انا وانتو انا قبليكو بكلم نفسي بالكلام ده وبجد. امين.
امين، عشان بس الموضوع اللي مايكل بلغني بيه يحس كده صارم من بدايته. هو عايزيني الاجتماع عايزني اتكلم حتى متى تعرجون بين الفرقتين. خليني اسال في البدايه، ايه ممكن يكون معنى الايه دي؟ لو حد عنده مثلا يقول لي اجابه او يقول اي مفهوم، يعني ايه معنى كلمه نعرج بين الفرقتين؟ احب اسمع منكم. لينا اكتر من اله. تمام، ميوعه صح، ملكش طعم، يعني مش عارفين انت ماشي كده رايح جاي. ازدواجي، مظبوط. عدم وضوح الرؤية صح. في حاجة تاني؟ كل الكلام اللي قلته صح، وغالبا هو اللي انا هتكلم فيه اصلا. انا هتكلم النهاردة عن اربع، في البداية هتكلم عن اربع او ثلاث سمات لمظاهر العرج بين الفرقتين، يعني هنشوف ثلاثة او اربعة حسب الوقت. اول حاجة هتكلم عن العبادة الشكلية، العناوين شوية صادمة. مظاهر العرج بين الفرقتين، رقم واحد العبادة الشكلية. ده اللي بيهتم بمظهره قدام الناس، ده الشخص اللي بيهتم بشكل الترانيم وبشكل الوعظة وبشكل الخادم وبشكل المرنم. ده الشخص اللي ممكن يكون عنده كده اللي هو الشكل، المظهر أو السيستم مهم جدا جدا جدا. طبعا في كلامي مش معناه، يعني في حتت دايما بتبقى في يعني حتت مهمة أنا مش ضدها، يعني أنا مش ضد النظام ومش ضد الشكل ومش ضد الحاجات دي، بس لو هي دي كل حاجة بالنسبة لك، لا أنا ضدها. لو هي دي أنت داخل الاجتماع لأن عندك سيستم وعندك نظام أنت متعود عليه وعايز تمشي عليه وفي شكل معين بيريحك وأنت حابب تلاقي دايما الشكل ده، لو هو ده كل اللي بالنسبة لك المهم، لا في حاجة أنت محتاج تراجع نفسك فيها. دايما الرب بيحسنا على عدم ممارسة العبادة الشكلية، لأني أصلا العبادة الشكلية ضد العبادة أصلا. فلو رجعت بقى وسميتها، هي مش عبادة أصلا شكلية، هي شكل العبادة الشكلية، فما اقدرش اقول عليها عبادة شكلية. خلي بالك، خلي بالك، احنا مرات كتير بنبقى كده، بيهمنا اول مظهر، بيهمنا اول السيستم، بيهمنا اول النظام، وبنفقد الجوهر لما بنركز بس على الشكل، فبنفقد معنى وحلاوة وطعامة ان انت تبقى موجود في حضور الرب، وان انت تبقى مستمتع بالترانيم وبترنم من كل قلبك وبتسمع كلمة الله، بتفقد جمال ده لانك انت مستني شكل معين. يعني انا شخص، يعني بتكلم عن نفسي، انا كشخص منفتح، يعني لو موجود في اجتماع بيصلي بطريقة تقليدية عادي هصلي بطريقة تقليدية وهتعزى وهفرح بالرب، ولو موجود في اجتماع بيتعزوا بيرنموا هعمل كده وبرضه هفرح بالرب، لاني انا مش بركز على الشكل اللي حواليا عامل ازاي، لكن انا بركز مين هو الموجود ومين هو الاساس اللي انا بتقابل معاه في الوقت ده. فمش بيفرق معايا بقى المنظر برايا عامل ازاي، يفرق معايا انا بتقابل مع مين، مين اللي انا بتقابل معاه. إن كنت بتقدم صلوات مرتبة وماشي على نظام معين
وهدفك ان انت تقضي وقت في الاجتماع. لو هو ده كل اللي مليك ان انت تقضي وقت في الاجتماع، او ان انت تعودت تيجي الاجتماع وان انت تقضي وقت في الاجتماع، لو هو ده كل حاجة وده بقى بالنسبة لك عادة، فأنا عايز أقول لك خلي بالك لا تكون بتخدع نفسك وانت بتزداد بعد عن الله. خلي بالك، خلي بالك انت، وافحص دوافعك وشوف انت موجود ليه، او ايه اللي خلاك النهاردة الجمعة رحت لبست ودورت العربية وركبت العربية وجاي في الطريق الاجتماع، ايه اللي خلاك تعمل كده؟ هل بيدافع ان انت اعتدت انك تيجي الاجتماع، او ان انت يعني سواء برضو اللي بيسمعونا على النت، يعني انت لما بتروح الكنيسة انت رايح ليه؟ لانك اتعودت على كده. ولما بتروح هل انت رايح تتقابل مع سيستم، ولا انت رايح بجد وانت في الاجتماع دلوقتي بتسمع مستني رامي ودانك قوي كده بتقول له يا رب كلمني، كلمني يا رب انا مستعد اسمع فعلا. big different يعني، خلي بالك انا عايز اقول لك ان ربنا موجود. انت بتبقى ممكن قاعد يعني خلاص الترانيم بعد الترانيم الوعظة امين هاي مش عارف ايه ونخرج مع بعض ونتفسح ونروح، وبقى الاجتماع ورا اجتماع ورا اجتماع ورا اجتماع ورا اجتماع لحد ما بقت ايه، بقت عادة، وبقيت بروح اتقابل في الكنيسة مع مين؟ بتقابل مع النظام وبتقابل مع السيستم، مش بتقابل مع مين؟ مع الرب. وانا مستني كل يوم كلمة حية. الرب كان بيعلم شعب اسرائيل من زمان الكلمة دي، كان بيعلمهم من اول دروس في البرية اني لا ما تحوش من، ما تشيلش من، عشان كل يوم لازم أن يكون المن طازة جاي مني، لازم أن كل يوم تكون بتتوقع ان الرب بيكلمك والرب بيتحرك حواليك والرب بيقودك والرب عايز يخرجك من دوائر الضعف والرب عايز بيرشدك وبيتكلم وبيشاور وبيديك علامات. لكن انت ما تسدش ودانك وتتعود على نظام، ما تتجريش ورا الشكل او شكل العبادة الشكلية او المظهرية، لكن ركز ان ربنا موجود وان الهك اللي انت بتعبده حي واللي وهو بيتكلم وكل يوم عنده من. نشكر الرب. خلصت صفحة من 50. بتبعدنا الممارسات الباطلة عن معرفة الرب الحقيقية. طلع معايا مرقس 7:6. انا عايزكم كده انجوي يعني، وانتم بتسمعوا الكلام الرب انجوي يعني، ما مش هطول يعني، بس في نفس الوقت ايه، استمتعوا واسمعوا كلمة الرب وفكر وافحص نفسك، لان ده الغرض او اكتر حاجة انا مثقل بيها من الرب النهاردة، اني اطلعك من الدايرة اللي انت فيها، حاسس ان ذهنك كده مربوط، مش راضي تفكر، مش راضي تقول ان ايه ده موجود صح وربنا بيكلمني النهارده. مرقس 7، انجيل مرقس 7:6، آية كلنا عارفينها ومشهورة جدا. حسنا تنبأ اشعياء عنكم انتم المرائين، كما هو مكتوب هذا الشعب يكرمني. ايه ده يا رب، ما يعني حاجة روعة، الشعب ده بيكرمك، بس كمل باقي الكلام هتلاقي يكرمني بايه؟ بشفتيه، اما قلبه فمبتعد عني بعيدا. جدا لا يكون تحولنا لكده، بقينا بنكرم الرب بشفايفنا بكلامنا، لكن افعالنا بعيدة كل البعد عن الله. شعبي يعبدني ويكرمني بشفتيه، أما قلبه الأساس روحه فمبتعدة عني. مش بس ده مبتعدة، بس ده مبتعدة عني بعيدا، ده بعيد قوي عني. هو فاكر انه عشان بيمشي على النظام ان هو كده روعة، وان هو كده في علاقة معايا، وان هو كده بيعبدني. ده ممكن يكون خادم مكسر الدنيا،
لكن انا عايز اقول لك ان الرب مش عايز كلامك، الرب عايز قلبك، الرب عايز قلبك، عايزك انت تكرمه. عجبني في قول الخادم اسمه رامي بيقول كده، عندما نمارس الديانة فإننا نريح ضمائرنا الروحية ونشترك مع الشيطان في إعلاء البر الذاتي بممارسات دينية زائفة. يعني هفسرها بقى. عندما نمارس الديانة، طبعا يعني لو انت مش عارف انا بحب اوضح لك ان المسيحية مش ديانة، المسيحية مسيح وعلاقة حية بشخص المسيح، ولو انت مش في العلاقة انت في حتة غلط، لان اللي انت بتتبعه بيقول لك خليك في علاقة معايا وانا عايز اشبع منك. وهو نزل من السماء ومات وصلب وقام من بين الأموات ليصلح العلاقة مع الله الآب، عشان ترجع تاني في العلاقة دي، وعشان تيجي من خلال الرب يسوع المسيح يبقى ليك دخول لقدس أقداس الملك. لو انت بقى مش في كل ده يبقى انت نسيت الغرض الأساسي اللي هو أصلا جه عشانه. هو جه عشان انت يبقى ليك قبول، وان يبقى ليك خلاص وتقدر تدخل لقدس الأقداس بدم المسيح. عندما نمارس الديانة يعني الشكل أو التقاليد فإننا نريح ضمائرنا الروحية. ده ممكن واحد بيكون عشان بيجي الاجتماعات فضميره مستريح وما بيفكرش أصلا إن هو ممكن يكون بعيد عن الله، ودي كارثة. أنت ممكن تكون أصلا للأسف بسبب إن أنت موظف في الاجتماعات أو بتسمع خدمات على النت بانتظام، يعني تبقى خلاص اصلا متسيستم كده ان انت تمام، ام اوكي، خلاص انت اصلا ما بتفكرش. لكن انا عايز اقول لك اني خلي بالك، لو انت مش في علاقة مع الرب يسوع المسيح علاقة حية حقيقية فانت في حتة غلط، لان المسيحية هي مسيح. انا بكلم نفسي قبل ما بكلمكم بالكلام، ده حقيقي. يعني دايما افكر نفسي بالكلام ده، ودايما الكلام ده قدامي، ان المسيحيه مسيح، المسيحيه مسيح. ولو انت مش مع المسيح ومش في علاقه حقيقيه يبقى انت بتضحك على نفسك وبتضيع وقت. النهارده الرب بيعاتبك، انا مش بقول بيدينك ولا بيلومك، لكن الرب بيعاتبك وبيعاتبك، بيقول لك كده ان انا اتخمت. الرب قال للشعب كده مره، انا اتخمت من المسمنات بتاعتكم وايه وشحم الكباش. انا بص، ما يعني مش هو ده شبعي، انا مش عايزك تقدم لي حاجه، انا عايزك انت. انت اللي الرب عايزه، حتى لو كنت اكبر خادم في العالم، حتى لو كنت بتلف في العالم كله، لكن الرب عايزك انت وعايز علاقه معاك. هخش في رقم 2 من 3 اهو، القلب المنقسم. رقم 1 ايه؟ العبادة ايه؟ مفيش غير الأسيس اللي صح ولا ايه؟ مكسفين شوية. رقم 1 انا بتكلم عن مظاهر الاعوجاج الروحي او العرج بين الفرقتين. رقم 1 ايه؟ العبادة الشكلية. رقم 2 القلب المنقسم أو الإزدواجية. ده برينس بقى اللي هو ايه، ده عايز الاتنين، ده عايز الاتنين، عايز ايه؟ عايز يعيش مع الله ويعيش مع العالم، الاتنين مع بعض. يعني ايه؟ ما مش مثلا لا، الاولاني بص بيجي الكنيسة أهم مظهره قدام الناس، ويهموا الناس ويهموا المظهر ويهموا الكنيسة ويهموا الشكل. وحتى يعني اتكلمت في الأولاني إن ممكن يكون أنت نفسك مخدوع ودخلت للحتة دي وأنت مش عارف،
مش بس الناس الوحشة اللي أنا مش بقول دي ناس وحشة وناس، لأ، ده ربنا النهاردة بيتقابل معاك عشان يصحيك. ممكن تكون أنت رايح في الطريق ده. ورقم اتنين ده بقى القلب المنقسم المزدوج، وللأسف ده بقى ما عندوش مشكلة في أن يكون موجود في الكنيسة ويفرح ويصلي عادي جدا. هو ده بيصلي عادي في الكنيسة، وفي البيت شخص طبيعي، في الشغل حاجة تانية خالص، تالتة خالص، وفي الفسحة حاجة رابعة. يعني ايه؟ قلب مقسوم. في الكنيسة بيلبس ماسك الكنيسة، وفي الشغل بيركن ضميره على جنب وبيلبس ماسك الشغل. الدنيا عايزة كده، ما عملتش كده مش هتشتغل، دي حجته وده كلامه. حتى لو كل العالم ماشي كده، انت المفروض ابن للرب. ولو عايز ما تكونش مزدوج في حياتك وقلبك مقسوم، النهارده لازم تحط حد للحته دي. انت مختلف، وما ينفعش تعيش مع الرب بقلب منقسم، وما ينفعش تتلون في كل حته بلون. خلينا نطلع مع بعض اعمال 5 من 1، قصة مشهورة احنا عارفينها كلنا، سفر الأعمال اصحاح 5 وعدد 1. قصة كلنا من مدارس الأحد بنسمع عنها، لكن هي لو ركزنا كده، ركزوا معايا، القصة دي مخيفة جدا، مخيفة بمعنى الكلام. اجرى الكلام وعايزين بقى نخرج من جو الكنيسة، لكن اخرج ان ده كلمة الله وده الحق اللي المفروض يكون موجود وسطينا. ورجل اسمه حنانيا وامرأته سفيرة باع ملكا واختلس من الثمن، وامرأته لها خبر ذلك، واتى بجزء ووضعه عند ارجل الرسل. فقال بطرس: يا حنانيا، هو باع الممتلكات دي وراح حط الفلوس عند الرسل. المفروض احنا نسقف بقى ونقول الله، ده حنانيا ده رجل مبارك. فقال بطرس: يا حنانيا، لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس وتختلس من ثمن الحقل؟ أليس وهو باق كان يبقى لك؟ يعني هو كده كده كان بتاعك، ما حدش قال لك بيعه. ولما بيع ألم يكن في سلطانك؟ فما بالك وضعت فيه مشكلة في قلب مين؟ قلب حنانيا. هو هنشوف المشكلة دلوقتي. فما بالك وضعت في قلبك هذا الأمر أنك لم تكذب على الناس بل على الله؟ فلما سمع، اقروا كده الكلمة الله بتقول ايه يا سيد، انا مش عارف، باين النضارة عايزة تتغير. اقروا كده: وقع ومات وصار خوفا عظيما على جميع الذين سمعوا بذلك. مال قلبك يا حنانيا؟ في ايه المشكلة؟ عاوز ادي للرب، بس برضو في نفس الوقت عايز ايه؟ احتفظ لنفسي، عايز اعيش للعالم، عايز اعيش بقلب مقسوم، عايز ابان قدام الكنيسة ان انا ده انا اللي بدي، ده انا البركة، ده انا حد رائع. لكن بينه وبين نفسي في حتة عميقة قوي ممكن يكون نفسه حنانيا مش مكتشفة. ما هي دي المشكلة، ان احيانا مش بنبقى مكتشفين انفسنا، دي اكبر مشكلة. ايه بقى الحتة؟ ايه يا مارك انت هتقول كده؟ انت مضطهدنا مايكل عشان مش بعمل باور بوينت وكده، ماشي. الحته بقى اللي حنانيا نفسه ممكن يكون مش مكتشفها، انه ايه؟ ان يعني مش عارفه عارفها ولا مش عارفها، بس
ان هو عايز يبان قدام الكنيسة ان انا ده انا البركة الكبيرة اللي بدي عشور وباخدم ومش بالمعنى. بص يعني دايما الوعظة بيدي سبوت جامد للحاجة، لكن يعني انا بتكلم حتى لو بمعناها البسيط، ان انت بتخدم فمقتنع جواك او داخليا ان انت بتخدم وان انت حد حلو وانت حد كويس وان انت الكنيسة شايفاك كويس، بس انت جواك وفي حتة عميقة قوي منك كده يا رب انا هشيل الحتة دي ليا، هشيل الحتة في قلبي دي ليا، ان النجاح والفخر ده الحتة اللي بتميزني دي يا رب انت كل حاجة بس في حتة بتميزني. لا 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 انا مش زي ايمان، يعني ايمان حد حلو وفي الكنيسة وكلها، بس لا لا انا مش زيها، ده انا جوايا في حتة اني انا احسن من ايمان. ففي بيبقى احيانا في انقسام جوه القلب، ما الإنسان ممكن يكون عارفه وممكن يكون مش عارفه. فتخيلوا بقى، تعالوا بقى نتخيل مع بعضينا موقف حلو كده، إن ابتدى يحصل ما بيننا المشهد ده. أنا أعتقد يعني مش عارف، بس يعني أنا زماني المرحوم ماجد من 100 سنة، من قبل ما تولد. تعرفين ده حصل ليه؟ لأن الكنيسة كانت حقيقية، ولأن الروح القدس كان موجود بحق وحقيقي في المكان، ولأنه كان مهابة الله بتملى كيان الكنيسة. فلما تتقابل مع مهابة الله مستهين بتتخبط، مش هتعرف تعدي من البوابة. عارف لو أنت جاي خاطي وجيت اعترفت للرب، انا برضو بقول لكم في العلاج، يعني هتكلم في العلاج سريعا يعني، بس لو انت جاي خاطي فانت عارف انت بتدخل بتعدي. لما تيجي تتقابل مع قداسة الله انت بتعدي ازاي؟ لما انت بتيجي خاطي وبتقول له يا رب تعالى اغسلني بدمك، بيجي الرب يسوع مغطيك بدمه، فانت بتعبر من البوابة بتاع القداسة الالهية والحضور الالهي بيسوع المسيح وبدم الرب يسوع المسيح، صار لينا دخول، انت بتعبر فيه. لكن لو جاي بقى تعدي حضرتك الخادم، لا تعالى بقى، لو انت هتعدي في ذاتك تعالى، هتتقابل مع المجد والحضور والمهابة اللي مش هتنفع تتهاون مع الخطية. ففي فرق بين انت تيجي معترف وتايب للرب وعايز تتغير بحق وحي، فساعتها المسيح بيغسلك، الرب يسوع بيغسلك بدمه، فانت بتعدي في البوابة من خلال دم الرب يسوع المسيح لكل المجد. لكن لو جاي تعدي في ذاتك مش هتعدي، وهتصدم وهتتكسر، وممكن يحصل كده كمان. الحدث ده عشان نبقى بس يعني حابب بس افكركم كده، ده عهد جديد ماشي، ده عهد جديد، قداسة الله في الكنيسة ومهابة الله اللي بقينا بنستهين بيها اللي تعودنا عليها. انا جاي، انا بص مش دعوة، عنوان الخدمة كده النهاردة لازم اتكلم كده، انا مش بدينكم، انا بتكلم بجد لنفسي. اخواتي الكنيسة مهابة حضور ربنا في الكنيسة، ياللي قاعدين ده ممكن بيبقى حضر الكنيسة مثلا 50-60، كل واحد فيهم سرحان في حياة تانية، وتخيل الله بيجي يبص كده شايف كشف أعماقنا، ايه ده؟ في مين اللي طالبني؟ ده كل واحد سرحان في دنيا، اللي عايز يشتري بيت واللي عايز يشتري بيزنس واللي عايز يبيع عربية واللي عايز مش عارف يشتري واللي عايز يسافر فين واللي عايز ينزل مصر السنة دي واللي بيفكر في الكورونا واللي بيفكر يقدم مش عارف على ايه. يجي الرب كده في وسط الكنيسة بيقول إن كنت أب فأين إيه كرامتي، وإن كنت سيد فأين مهابتي. الرب مش ما بقيناش بقى نجسم عشان دي بيحصل خلط، مش رب العهد القديم ورب العهد الجديد، هو رب واحد. اعلم يا إسرائيل أن الرب إلهك إله واحد، هو الرب، هو القدوس الملك الحقيقي اللي بيحبك من كل قلبه. بس هو النهاردة زي ما هو بيحبك من كل قلبه، هو عايزك تيجي تستخبى فيه، مش في ذاتك ومش في كبريائك أو برك الذاتي، هو عايزك تعدي من خلاله النهاردة فتتقابل مع الحقيقة والحق
ويكون النهاردة الكنيسة دي تمتلئ من حضور الله، وتمتلئ من كنيسة، الكنيسة تمتلئ من مجد الله بحق وحقيقي ومن مهابة الله. عايزين بقى نرحب بالروح القدس كده، وعايزين نرحب بالله، وعايزين نعيش الحق ده عشان تبقى الكنيسة. بيقول كده إني وصار خوف عظيم على جميع الذين سمعوا بذلك، فنهض الأحداث، لموا شالوه يعني وراحوا دفنوه. بعد كده بيقول إن الكنيسة كانت بتمتلئ من آيات عدي كده. ثم حبس بعد ذلك، بعد القصة ما خلصت بيقول في عدد 10 فوقعت عدد 11، فصار خوف عظيم على جميع الكنيسة وعلى الذين على جميع الذين سمعوا بذلك، وجرت على أيدي الرسل آيات وعجائب كثيرة في الشعب، وكانت جميع بنفس واحدة في رواق سليمان. الآيات والعجائب اللي احنا عمالين نصلي بيها، احنا عايزين ندخل على ليفل 2 على طول، على الآيات والعجائب. لكن ليفل المهابة والحضور والقداسة والمقابلة الحقيقية والعلاقة الحقيقية مع الرب، لا، احنا الكنيسة عمالة تصرخ ادينا آيات وعجائب، عايزين موتى يقوموا واحنا اصلا يعني بعاد عنه او كام. يعني الاساس مفيش بيت بيطلع برقم، يعني الدور الاول هوا والدور التاني يبنوه كده اللي هو ايه متعلق. لو عايزين ايات وعجائب يبقى عايزين ايه علاقه حقيقيه. على فكره انا عايز اقول لكم حاجه، اوعى تفتكروا الايات والعجائب دي ده تمثيليه بيعملوها، ده حقيقه، والقديسين الذين في الأرض اللي عايشين في علاقة حقيقية بالرب، الرب بيستخدمهم في آيات وعجائب بحق وحقيقي. ده في أمور عظيمة، عايزين نخرج بقى، عايزين نخرج من زواتنا، عايزين نخرج من العبادة الشكلية، عايزين بقى نبقى في ناس. يعني أنا عايز أجي الكنيسة مثلا فيها 20-30-50 دلوقتي مثلا، عايزين دول النهاردة أحدين مع الرب النهاردة، دول واخدين كلمة حية من الرب النهاردة وجايين يستمتعوا في الاجتماع بحضورك. فتيجي بقى الكنيسة تلاقي في حضور إله في المكان، في راحة، الرب مرتاح لأن ناس قديسين موجودين في المكان ممتلئين من حضور الرب. فتبتدي بقى المعجزات تبقى العادي بتاعنا، لأن المعجزات والآيات دي كان العادي بتاع الكنيسة. بس للأسف احنا بنصرخ للرب وبنبص بنقطع هدومنا عشان آيات العجائب، وناسين ان عشان تحصل ده لازم أن يكون الرب موجود في الكنيسه من خلال قديسين في علاقه حقيقيه، من خلال ناس عايشين بامانه واستقامه في شغلهم، مش في الشغل حاجه. حتى لو هيبص لو الشغل ده او الحياه دي هتخليك حد تاني خالص، اختار الرب لان نصيبك يكون في الرب. انا مش بس بتكلم للموجودين دلوقتي، انا بتكلم كل حد على الميديا، اختار الرب، ما تختارش، اوعى ارجع زي زمان لما كنت بتهاب الرب وقداسه الرب هي الاساس. ارجع لاجل قداسه الرب، ما تعيش مؤمن عادي، اختار الرب. لو الشغل ده غلط ما تكملش فيه، هو قادر يفتح لك ابواب حقيقيه وابواب صح منه، ثق فيه وعيش الايمان الحقيقي. نشكر الرب. بس بحس مرات كده ان انا خليتكم استرست، يعني لما شديت شويه فلازم اني نرخي شويه. ارخي بقى بحاجه اخيره وهي الفطور الروحي. التلاته قريبين من بعض على فكره، بس انا عندي فرق لكل واحد فيهم. العباده الشكليه، الازدواجيه، الفطور الروحي. ده بقى ده اللي شوية فوق وشوية تحت، شوية مؤمن وشوية تحسه خاطي. ده اللي ممكن يقود اجتماعات ويقود نهضات روحية، وشوية في الأرض خالص. طلعوا معايا رؤية 3 وعدد 14، والآية دي برضو مشهورة وكلنا عارفينها. شكرا يا مايكل، انت فتحت على طول، ابتديت احس بسن التغيير ناحيتي.
رؤيا 3:14، وأكتب إلى ملاك كنيسة اللوديكيين، هذا يقوله الروح، يقوله الأمين، الشاهد الأمين الصادق رب المجد، بدء خليقة الله، أنا عارف أعمالك. مالها أعمالك بقى؟ أنك لست باردا ولا حارا، لا أنت كده ولا أنت كده، ليتك كنت باردا أو حارا، هكذا لأنك فاتر ولست باردا ولا حارا. الحتة دي برضو صادمة، يعني تخيلوا النار غالبا مش بيتكلم عنها كتير، بيقول ايه ده الرب هيعمل ايه؟ ايه يا رب اللي انت اتقيأك من فمي؟ ايه ده الكلام ده خطر، لانك بيقول كده في عدد 16، هكذا لانك فاتر ولست باردا ولا حارا، انا مزمع ان اتقيأك من فمي، لانك تقول انا غني، اني انا غني وقد استغنيت ولا حاجه لي الى شيء، ولست تعلم انك انت الشقي والبائس وفقير واعمى وعريان. الرب لو انت جاي بتعترف بضعفك، هو اول واحد هيكون واقف مستقبلك عشان يغيرك. لكن لو انت جاي او شايف نفسك انك ما فاكش غلط وان انت في التراك الصح مع انك غلطان، هتصدم بحاجة انت ما بتحبهاش، او حاجة محدش يحبها، او حاجة يتصدم منها اي حد. حنانيا وسفيرة وقع مات، وهنا الرب بيقول انا مزمع ان اتقيك. ليه الرب بيتكلم بحديه؟ صدقوني هو الرب، احنا دايما بنتعود ان الرب حنين جدا في كلامه، كله حنيه وكله محبه، ويقول لك تعالوا الي جميعا المتعبين، ويقعد مع الناس الوحشه، بس يجي عند الحته دي ويتكلم بكل حسم. اكتر حاجه خطر، وللاسف اتسربت الكنائس بشكل كبير، بقينا اندمجنا في العالم، ان بقينا لا انت بارد ولا انت حار. ويشبه شويه الحته دي، تشبه القلب المنقسم. بس كمان لان الشخص ده بيقول كده الكتاب، لانك تقول، يعني هو مقتنع عن نفسه انه 100% ان انا غني وقد استغنيت، ده انا مليان ده انا بخدم خدمات كتيره، ده انا غني، ده انا جوايا كتير بقدمه للرب، ده انا بسافر في نهضات روحيه، ده انا بعمل امور خارقه، ده انا بوعظ وبرنم وبسبح وبعمل كل حاجه حلوه. لانك تقول انك غني وقد استغنيت ولا حاجه لي الى شيء، ولست تعلم. لكن خليني اقول لك وبفتح عينك، الرب بيقوله كده، لست تعلم، انا ما هعرفك الحقيقه ايه، انا بفتح عينيك انك انت الشقي والبائس وفقير واعمى وعريان. لو ختمت الوعظه كده، انا خلصت الثلاث نقاط، مش هتكلم كتير في الحته دي، بس لو ختمت الحته كده، انا شايف ان ممكن تكون انت حاسس بثقل كده. طب انا عرفت ان انا في مشكله، ان انا ممكن اكون مهتم بالعباده الشكليه، ممكن اكون ان انا مزدوج عايز اعيش للرب وعيش للعالم، ممكن اكون ان انا فاتر يوم فوق ويوم تحت، انا ضعيف وقوي. لكن طلع اخبار الايام الثانيه واصحاح 7:14، وخلاص انا بختمه. ايه روعة الرب بيقولها لنا النهاردة. اخبار الايام الثانية 7:14، انا قلت انت اتغيرت مايكل. عدد 14، تعالوا نقرا مع بعض. يعني معلش انا عارف ان انتم بتبقى صعب شويه تتكلموا وتشاركوني، بس معلش هضغط على نفسي واسمعكم. نقرا مع بعض كده، فاذا تواضع شعبي الذي دعني
وأبرئ أرضهم. العلاج هو الرب ما سبناش كده، يعني بيواجهك بحقيقتك لكن العلاج هو الرب بيقول لك أنا عايزك تعمل كده بس. إذا ممكن أكون أنا عندي حتة من دي وحتة من دي وحتة من دي، اتواضع انزل قدام الكلمة. الرب مش بيقولك كده أنا عشان يدينك، بالعكس لعشان هو عايز يغيرك وعايز الكنيسة دي تمتلئ بالمجد والحضور وعايز الكنيسة دي تمتلئ من فرح حقيقي. فإذا تواضع شعبي الذي دعي اسمي عليهم، ورقم اتنين عملوا ايه؟ وصلوا، ومش صلاة عادية لكن وطلبوا وجهي، طلب وجه الرب. ورقم بقى دي مهمة جدا، مش بس احنا احيانا بنبقى عايزين نتغير فبنبتدي ناخد الحتة دي، بنتواضع بنعرف ان احنا غلط، وفي الكنيسة بنصلي وبنطلب وجه الرب وبنعيط بدموع وبنصلي صلاة حارة. لكن في حتة تانية الرب كمان لما بيقول بيعرفك الحل بيقول لك الحتة دي عمل ايه؟ رجعوا عن طرقهم الردية. مهم جدا ان انت لو عايز لازم أن ترجع عن الطريق الغلط. مهم جدا ان انت ما تكملش في الطريق الغلط، ورجعوا عن طرقهم الردية. فالنتيجة فاني اسمع من السماء واغفر، النتيجة انه هيعمل ايه؟ هيغيرك وهيعمل بيك امور عظيمة انت نفسك ما كنتش تتخيلها عن نفسك. تعالى ان اختم معاكم باني تعالى نطلع الشاهد تاني بتاع ملوك الاول 18 وعدد 17. ملوك الأول، ملوك الأول، ملوك الأول 18، نفس الإصحاح اللي كنا بنقرأ فيه بتاع إيليا 18. ربنا يباركك يا مايكل. لده مايكل حبيبي. وخلينا ننزل عدد 21 كده 25 ماشي. ماشي فادي. تعال انزل تاني يا مايكل تحت كده. ماشي كمل انزل تاني. سوري. اوكي. في عدد 30 فقال إيليا لجميع الشعب، وهو حتى واخدينها هنا بين قوسين، اعمل ايه؟ تقدموا إلي. العلاج النهاردة رقم واحد خد خطوة، خد خطوة لقدام، ما تكملش بص مش هتطلع من الكنيسة من البوابة دي زي ما انت، يبقى ما هوعظ الوعظة دي تاني وهتبقى زي ما انت. لكن النهاردة خد خطوة، ده رقم واحد. بعد كده بيقول ايه؟ قال إيليا لجميع الشعب تقدموا إلي، يعني خد بقى خطوة لقدام، تعالوا هتشوف في حاجة هتحصل. فتقدم جميع الشعب إليه فرمم مذبح الرب المنهدم. أوكي هقولها دلوقتي. ثم أخذ إيليا شو بقى 12 حجرا بعدد أصباط بني يعقوب الذي كان كلام الرب إليه إسرائيل يكون اسمك. عمل إيه في 12 حجر؟ خد 12 حجر وبنى الحجارة مذبحا باسم الرب. ال 12 حجر يرمزوا ال 12 سبط اللي هم أصباط إسرائيل. وهو عشان النار تيجي وعشان التغيير يحصل جمع ال 12 سبط وجمع ال 12 حجر. إيه اللي أنا أقصده أو التأمل اللي أنا عايز أقوله في الحتة دي؟ الرب ما بيجيش، النار ما بتجيش غير على كلب مين؟ سوري. غير على قلب كامل. مهمة جدا. لو انت جاي تدي النهاردة الرب 90% سوري مش هتيجي النار. لكن اول حاجة عملها ان إيليا انه عمل ايه؟ بنى جاب ال 12 حجر وحطوهم مع بعض وبنى المسبح. فانا عايز اقول لك النهاردة خد خطوة بكامل قلبك، يعني بكل دوافعك ابني المسبح المهدوم
وبنى الحجارة مسبحا باسم الرب. وعمل ايه؟ عمل قناة حول المسبح، وبنى الحجارة مسبحا باسم الرب، وعمل قناة حول المسبح 9 كيلتين من البذر. ثم رتب الحطب. رتب أولوياتك، أو رتب دوافعك، ورتب أمورك. ده تأملي، مش يعني المقصود بالنص ده مش كده يعني، عشان أنا عارف الأخوة بتوع علم التفسير. النهاردة زي ما قلت لكم، لو احنا جينا واعترفنا هنعدي من البوابة. من خلال مين؟ الرب يسوع المسيح. أمين. تعالوا نغمض عينينا. غمض عينك دقيقتين ثلاثة كده قدام الرب. اطلب وجه الرب. قول له يا رب أنا في الحتة دي، تعالى غيرني يا رب. أنا مش عايز أكمل زي ما أنا بعدم أمانة وعدم استقامة. أنت جيت كلمتيني النهاردة بكلمتك، غير قلبي وغير دوافعي، وخليني أكون في علاقة حقيقية، علاقة حية معاك يا رب. أنا قبل إخواتي يا رب، أنا جاي أقولك يا رب اتقابل معايا، اتقابل معايا يا رب، اتقابل معايا النهاردة وغيرني. اتقابل معايا النهاردة يا رب واصنع في قلبي تغيير حقيقي. تعال يا رب يسوع المسيح، تعال يا رب النهاردة اغسلنا بدمك، تعال يا رب النهاردة خلينا نيجي ونتواضع عند رجليك، وما نشوفش أنفسنا أبرار في زواتنا، لكن نشوف نفسنا أبرار في المسيح يسوع. يا رب تعال لكل حد موجود يا رب، خلينا نكون في علاقة حية معاك، علاقة حقيقية معاك يا رب. ابن المذابح المهدومة في بيوتنا وفي شققنا يا رب، يا رب كل مسبح مهدوم في بيتنا يا رب، كل مسبح مهدوم في بيتنا وفي شقتنا يا رب. تعالى ابني، ابن المسبح ده عشان يكون لمجدك، ابن العلاقة الشخصية معاك يا رب بيني وبينك. تعالى يا رب افحص دوافعي. لو انا جاي الكنيسة النهاردة عشان اتعودت اجي، او عشان اسمع وعظة مدتها تلت ساعة، ولو الخادم طول شوية ابقى متضايق، يا رب انا عايز اديك الاولوية. الـ24 ساعة في اليوم تبقى انت المالك يا رب، حتى وقت نومي انت المالك الوحيد عليا يا رب. انا مش عايز اهدافي وطموحاتي واولوياتي تزحمك، لكن عايز كله يتركن على جنب ويبقى كله في المسيح يسوع، كله في المسيح يسوع ومن خلال المسيح يسوع. انا عايز الكنيسة يا رب تمتلئ بمجدك ومهابتك لما انا اكون حد امين، وكل حد في اخواتي امين في علاقته معاك وفي بيته وفي شغله وفي حياته، فمجدك يستعلن، ونبقى مش بنطلب ايات وعجائب، لكن بنطلب يا رب اني الى اقصى المسكونة يعرفون اسمك انت الاله الحي. في آخر دقيقة أنا عايزك، أنا هسكت، لكن أنا عايزك وأنا ساكت أنت صلي جواك وتكلم مع الرب. افحص دوافعك، افحص قلبك، بس بعد ما تفحص قلبك اتقابل معاه. لأنك لو فحصت دوافعك وفحصت قلبك وما تقابلتش معاه مش هيحصل حاجة. على قلبك أمور عظيمة، والرب مجهز لك أمور فائقة. صدقني أمور فائقة ما تخطرش على بالك ولا على بالك. الرب مجهز للكنيسة هنا أمور عظيمة ما تخطرش على بالنا، مجهز إن نكون كنيسة حية. اسم يسوع بيستعلم من خلالنا، نفوس بتعرفه، مجده بيملى الكنيسة والكنيسة تمتلئ من مجد الرب. بس الخطوة رقم واحد إذا تواضع شعبي، اتوضع قدام الرب واتكلم ليه النهاردة. قل له أنا عايزك يا رب، أنا عايزك، أنا مش بكلم فراغ ولا بكلم. بيقول كده الرسول بولس إن احنا لا نضارب الهواء، انت مش بتتكلم في الهواء، لكن الصرخة اللي جواه خليها تكون صرخة، ما تكونش مجرد كلمة كده في ذهنك. الكلام اللي في الذهن مش بيغير، لكن
صرخة من أعماق قلبك، قول يا رب افحص دوافعي وحقيقي، وأحسن أكون أنا نفسي مخدوع، افحص دوافعي وخلينا تقابل معاك يا رب وتغير النهاردة واجب توبة. رجعني تاني أعرف أعيط، رجع لي الدموع يا رب اللي بيها أبكي على كل خطية، القلب اللي نشف والقلب اللي تعود على الغلط يا رب باسم يسوع. اتقابل معاه اسم يسوع وصلي، وليك يا رب كل الكرامة والمجد. آمين آمين. أتمنى تبتسموا يعني، مش ما تكشروش بسبب الكلام ده.